والملائك حولنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد فمرحبا مرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع رحلة إلى الدار الآخرة. وأسأل الله جل في علاه الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. بحبكم في الله، وبندعو لمرضى المسلمين كما تعودنا، بندعو لوالدي والأخت هدى المصري، الحاجة خيرات، الشيخ الجليل حبيبي واخويا في الله واخويا الكبير وشيخي واستاذي وتاج راسي الشيخ ابو اسحاق الحويني، والحاجه سعاد عفر، والدكتور سامر يوسف، والمهندس ايهاب يوسف، والاستاذ ياسر الهواري، والاستاذ ايهاب وامير الطهري، والحاج محمد عبد العاطي، والاستاذ رمضان سعيد الصغير، والحاجه نصره والده الاستاذ سليمان محمد، والحاج عفاف احمد عبد الله، وغادة محمود عثمان وأسرتها، والأستاذ أيمن المصري، والحاجة هدى عويس أوراني، والطفلة تسنيم، وأم عبد الرحمن، وهاني محمود، والدة الأستاذ محمد شحاتة، والد الأستاذ عادل عبد العال، والأستاذ عصام حجازي، والأستاذ أحمد الزغيط، لجميع مرضى المسلمين. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم، 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 أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم. وبندعو الموتى المسلمين، وندعو لوالدتي الله يرحمها، والأخت نعمة أحمد عبد المجيد، والأستاذ الغالي صديقي وحبيبي الأستاذ إبراهيم سمير صبحي، والأستاذ طه محمود سيد نصار، والأستاذ تامر علي، والأخت عائشة أحمد أحمد، والأستاذ عبد الرحمن خالد عشري، والأستاذ مجد عبد الظاهر، والحاجة فاطمة، والأخت فاطمة محمود. أسأل الله عز وجل أن يرحمهم رحمة واسعة. اللهم أكرم نزلهم ووسع مدخلهم، واغسلهم بالثلج والماء والبرد، اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة، ولا تجعلها حفرة من حفر النيران. اللهم نور قبورهم ووسع قبورهم، واسقهم من حوض النبي محمد شربة هنيئة مريئة لا يظمؤون بعدها أبدا، وأتمم لنا ولهم اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم آمين. حقيقة يا جماعة، كنت دايما بقول لكم دايما ربنا ما يحرمنيش منكم، وفعلا دعوة من القلب والله ان انا فعلا دعيت ربنا ان ربنا ما يحرمنيش منكم، ودعيت في يوم من الايام ان ربنا سبحانه وتعالى يجعل نهاية اجلي وانا هنا في هذا المنبر الجميل، وانا بألقي درس عليكم تكون نهاية اجلي وتكون اخر لحظة في حياتي وانا في هذا المكان الطيب المبارك. كنت في الحلقة الماضية كنت أخبرت حضراتكم وأخبرت حبايبي من جمهور قناة الناس المباركة إن ده كان آخر لقاء، والحقيقة كان لي شيء في نفسي، لكن سبحان الله بجلسة مع أخويا وحبيبي الغالي الأستاذ علي سعد ربنا يحفظه، وبمكالمة تليفونية من الدكتور عاطف عبد الرشيد ربنا يحفظه، كانت كلمة أثرت فيا إن لو كان زعلك الشيخ محمود لله فخلاص براحتك، أما لو كان لنفسك فلازم ترجع لله ثم علشان جمهورك وحبايبك. وفعلا انا ما اقدرش اتاخر عن جمهوري وحبايبي، ما اقدرش اتاخر عن دعوه ربنا وعن خدمه دين ربنا سبحانه وتعالى. والانسان يعني لابد ان هو فعلا يعلم انه مهما كان في اي اشياء تضايق الانسان، لكن في النهايه ده دين ربنا ودي دعوه ربنا ولا يمكن نتاخر ابدا. فانا بعتذر لجمهوري الحبيب، وبعتذر لاي حد اكون قصرت في حقه بانه قلت ان ده اخر لقاء. ربنا ما يجعلش اخر لقاء ما بيننا الا في اليوم اللي يكون فيه لقائي مع ربنا سبحانه وتعالى. ربنا يجمعنا على الخير وما يحرمنيش منكم ابدا. وبكرر الدعوه مره ثانيه، والحقيقه ما اقدرش انسى ابدا طبعا شكر الخاص لاخويا وحبيبي الاستاذ علي سعد والاستاذ ناصر كدسه والدكتور عاطف عبد الرشيد، وشكر لكل اخواني الدعاء بلا استثناء والله العظيم. ربنا يجازيهم كل خير. كفايه كلمتهم ليا لما قالوا لي ما نقدرش نتحرم منكم، ولا كمان ما اقدرش اتحرم منكم ابدا، ويعني مش قادر يعني اقول لكم يعني بشكرهم واحد واحد والله العظيم. ويعني يمكن بخص طبعا بالشكر اخويا الدكتور احمد الجهيني اللي يعني كان يعني سبحان الله ربنا يجازيه عنه كل خير رب العالمين. وطبعا كان الاستاذ علي سعد النهارده بيبلغني هو والدكتور احمد الجهيني انه كانوا بالامس عند شيخنا وحبيبنا الشيخ ابو اسحاق الحويني، هيكون معاكم ان شاء الله يوم الاربعاء القادم، وبلغوني الثناء الشديد من الشيخ ابو اسحاق الحويني عليا، وانا بقول لشيخنا وحبيبنا واستاذنا وتاج راسي على وجه الخصوص، ده تاج راسي وحبيبي واخويا الكبير وما اقدرش استغنى عنه، يعني ربنا ما يحرمنيش منك يا شيخنا،
يجازيك عني كل خير، انا ما اقدرش استغنى عنك لحظه ولا طرفه عين. ربنا يبارك لي في عمرك ويحفظك يا رب العالمين للامه الاسلاميه. عايز اقول لك شيخنا، انا ما استحق الثناء حضرتك عليا، انا يعني انا تلميذ من تلاميذك وخادم لك، وربنا يجازيك عني كل خير، وانت تاج على راسي، وربنا يحفظك للامه الاسلاميه. وبقول لك انا بشكرك من كل قلبي على يعني وقوفك بجنبي في حاجات كتيره جدا جدا. ربنا يعني يجزل لك العطاء في الدارين ويجزيك عنا كل خير رب العالمين، ويردك الى جماهيرك وحبايبك سالما غانما. ويا رب نشوفك على الشاشه منور ان شاء الله يوم الاربعاء القادم، اكون خادم بين يديك ان شاء الله. ربنا يجزيك عنا كل خير. لقائنا الليله ان شاء الله مع المهدي المنتظر كما اعلنا، وربنا يبارك فيكم جميعا رب العالمين. حقيقه يعني عايز اقول ان راجع قناة الناس الاسبوع دوت، راجع بقلب جديد وبروح جديدة ونفس جديدة وبانشراح وطيب صدر، وحسن سعيد جدا. وبتمنى والله ان ربنا سبحانه وتعالى يبارك في قناتنا الحبيبة المباركة اللي دايما بسميها ابننا اللي تربى ما بيننا، اللي عشنا معاه لحظة لحظة. ودايما الانسان لما بيكون يعني لما بيتجوز وبيخلف وبعدين بيكون عنده اولاد صغيرين وبيتربوا قدام عينيه واحدة واحدة ويكبروا واحدة واحدة، وبيحس قد ايه غلاوتهم كل يوم بتزيد في قلبهم. هي دي قناة الناس، هي دي قناة الناس اللي كل يوم بتزداد غلاوتها في قلبي. ويعني فعلا لا تتخيلوا يعني قد ايه كنت طول الاسبوع اللي فات ده كان قلبي مجروح جدا ان انا اقول لكم ان انا ما جيش. لا ده ما اقدرش استغنى عن ابني حبيبي يعني او بنت حبيبتي قناة الناس. يعني ربنا يا رب يجعلها دائما في تقدم. ويمكن كلكم ملاحظين في ظل يعني الإدارة الجديدة الأستاذ علي سعد ربنا يحفظه بقى، في تقدم كبير أو في تقدم تاني جاي. هو بنفسه قعدت معاه ووراني حاجات جميلة جدا إن شاء الله، يعني في مفاجآت جميلة للقناة. ربنا يا رب يجعلها دائما في علو ويعني ويبارك فيها القناة الأم بفضل الله سبحانه وتعالى. أخويا حبيبي، تعال نتكلم النهاردة أو الليلادي عن المهدي المنتظر رضي الله عنه وارضاه. عايز أقول إن موضوع الكلام عن المهدي المنتظر هو موضوع الساعة الآن، هو موضوع الساعة، هو من أهم الموضوعات المطروحة الآن على الساحة بين الناس وبين الدعاء ويعني في سائر الأطروحات، موضوع في غاية الأهمية. عشان كده هنتناول موضوع المهدي الحقيقة بإيجاز شديد جدا جدا من خلال حلقات رحلة إلى الدار الآخرة كعلامة وسطى إن صح القول. يعني هو المهدي رضي الله عنه ورضاه بيعتبروه من علامات الساعة الصغرى، وبعضهم بيعتبروا علامة من علامات الوسطى، لأنه علامة بين العلامات الصغرى وبين العلامات الوسطى. وإحنا قلنا بكده ووضحنا إن مش شرط إن يكون المهدي كعلامة بين العلامات الصغرى والكبرى، إن تكون الصغرى كلها خلصت وبعدين المهدي يظهر ثم تبدأ العلامات الكبرى. لا، إحنا قلنا في علامات تانية صغرى متبقية هتكون ماشية إن شاء الله مع العلامات الكبرى بفضل الله سبحانه وتعالى. طيب، عايزين نعرف مين هو المهدي رضي الله عنه وارضاه، ومن أين يخرج، وحال المسلمين في عهد المهدي، وكيف نعلم بظهور المهدي، وما الأدلة على ظهور المهدي، وما هو ما واجب الأمة تجاه المهدي، وشبهات المكذبين بظهور المهدي والرد عليها بفضل الله الرب العلي سبحانه وتعالى. تعالوا نبدأ ونصلى على حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم. إيه السبب يا جماعة اللي خلى المهدي هو موضوع الساعة الآن؟ السبب حاجة بسيطة جدا وواضحة جدا وانتوا حاسينها جدا، ان الناس يا جماعة الان بتعاني معاناة شديدة جدا جدا من خلال حياة مادية قاسية جدا وجامدة جدا، من خلال مظالم وظلم موجود ومنتشر الان في بلاد المسلمين قاطبة، والناس خلاص بتجأر الى الله من انتشار الظلم، سواء ظلم العباد للعباد او ظلم من هم اكبر مننا، من يعني ظلم شديد جدا منتشر في بلاد المسلمين. الناس خلاص زهقت وتعبت من كتر الظلم، فأصبح الناس على طول دماغاتهم أو قلوبهم راحت، لأن ربنا سبحانه وتعالى يبعث لهم بريق أمل. الأمل ده أخبر عنه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللي هو بظهور المهدي، أنه يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. فالنبي بيخبر أن في فترات معينة في حياة الأمة الإسلامية، الأمة الإسلامية هتتملي ظلم وجور واعتداءات وانتهاك محارم المسلمين وظلم شديد واقع على البشر. الناس من كتر ما تعبت وزهقت بدأت تنظر إلى إنها لابد إنها ترجع لربنا سبحانه وتعالى، وهي دي البداية لظهور المهدي. المهدي مش هيظهر إلا إذا عادت الأمة بفضل الله إلى ربها سبحانه وتعالى، وقامت خلافة إسلامية، أو على الأقل يكون الناس فعلا عادوا إلى الله سبحانه وتعالى. فبدأ الناس يفكروا
في قصة رجوع المهدي، وخصوصا أو ظهور المهدي، وخصوصا بعد ما سمعوا إن النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم أخبر إن المهدي لما يظهر هتكون الأرض كلها مليانة ظلم وجور غير عادي، فيملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. لكن في نقطة كتير من الناس للأسف مش فاهمينها، هم واخدين بالهم أو فاهمين إن ظهور المهدي ده بداية عصر الراحة بقى والكسل والنوم والاسترخاء لا 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 أبدا بالمرة، ده ظهور المهدي رضي الله عنه وارضاه ده بداية عصر الفتوحات والجهاد والبذل من أجل إعلاء راية لا إله إلا الله. فبظهور المهدي هتبدأ بقى يعني بفضل الله سبحانه وتعالى الجهاد والبذل والعطاء إلى غير ذلك، لأن في ظهوره هتبقى فيه ملاحم وفتن غير عادية، هيكون موجود الدجال، هيظهر يأجوج ومأجوج، هتظهر أشياء كتيرة جدا وفتن كتيرة جدا، لأن هيكون في نفس الوقت دوت هيكون موجود سيدنا عيسى ابن مريم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم. النقطة اللي عايزين نعرفها يا جماعة إن المهدي لو ظهر دي مسألة مهمة جدا، لو ظهر هيظهر إمتى؟ مسألة مهمة جدا، هو لن يظهر إلا إذا زي ما قلت لحضرتك إلا إذا عادت الأمة إلى ربها سبحانه وتعالى، إن الأمة تمر بثلاث مراحل، مرحلة التصفية ومرحلة، وأنا عايز أبسط الكلام عشان أمهاتي اللي قاعدين قدامي ربنا يبارك لي فيهم يا رب ويحفظهم، وآبائي اللي قاعدين قدامي، إن أمي الفاضلة، الأمة لازم تمر بمرحلة التصفية. يعني إيه تصفية أمي؟ يعني الأمة ديت لابد إنها تعرف تقبل على الله وتعرف دين ربنا سبحانه وتعالى وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. فالمنافقين هيرفضوا المنهج ويرفضوا الدين فيخرجوا ويبعدوا خالص، فيتصفى الصف بتاعنا ده، يتصفى يطلع منه المنافقين والكفار والخبثاء والصبور الخامس والعلمانين وكل دول، ولا يبقى إلا أهل السنة الذين يتبعون حبيبنا صلى الله عليه وسلم. دي التصفية. ثم التربية، إن ربنا يقيد للأمة علماء ربانيين، علماء أفاضل يعلموا الأمة ويربوا الأمة على المنهج الصحيح، يعلموهم طريق ربنا، ما يجملوش ما يدهنوش ما يغيروش ما يبدلوش ما يروش أحاديث ضعيفة ويضحكوا على الأمة، ما يبخلوش على الأمة بالعلم الصحيح الصافي النقي من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ودول موجودين بفضل الله، وإن كانوا ندرة لكن موجودين بفضل الله، يعني لا تزال طائفة من أمتي الظاهرين على الحق بفضل الله. عشان كده محتاجين الأمة ترجع، يبقى تصفية وبعدين تربية وبعدين بعدها على طول قيام خلافة راشدة على منهاج النبوة، وإن لم تقم الخلافة فعلى الأقل هتكون عودة حميدة للأمة الإسلامية، علشان لما الأمة تعود إلى الله ربنا ينصرنا، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله، كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصار إلى الله، قال الحواريون نحن أنصار الله. فين النصرة؟ كانت نصرة إيمانية، فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة، يبقى كانت نصرة إيمانية، عشان لما الأمة ترجع لربنا وترجع لنبيها صلى الله عليه وسلم، لما الأمة ندعو نقول يا رب أغث إخواننا وأحبابنا من أهل غزة، ربنا يغثهم. يا جماعة قضية غزة قضية تتفرع على يعني قضية متفرعة من الإيمانيات اللي احنا عايشينها، إن الأمة لما تعود إلى ربنا سبحانه وتعالى وعلى قدر إيمان الأمة وعلى قدر صلاح الأمة وعلى قدر قرب الأمة من سنة نبيها صلى الله عليه وسلم، هتأتي النصرة بفضل الله سبحانه وتعالى. كل ما نقرب أكتر، حجابك ونقابك ده نصرة لإخوانك في غزة، برك لأمك وصلتك للرحم وصلاتك وسجودك وعبادتك وأمانتك وصدقك ووفائك، كل دي نصرة لإخواننا في غزة. عشان كده بقول محتاجين نقرب أكتر، كونوا أنصار الله، وفي قراءة حمزة كونوا أنصارا لله، وشرف لي وليك أخويا وحبيبي، وشرف ليك أخت الفاضلة وأمي الغالية، إن احنا كلنا نكون أنصار لله وأنصار لدين الله سبحانه وتعالى. كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم الحواريين، إلى آخر الآية. فالشاهد في الموضوع إن الأمة الآن من سنوات الحمد لله ابتدت تتحرك، محدش في الدنيا يقدر ينكر أبدا إلا صاحب قلب جاحد إن الأمة اتحركت الحمد لله رب العالمين، في صحوة جميلة، في حجاب انتشر، في ما شاء الله شباب من أهل السنة انتشروا، في ما شاء الله الله أكبر القرآن المصاحف اتفتحت، ابتدى الناس يقرأوا في دين الله، في إقبال على الكتب الدينية، على السيديهات، على الأشرطة، على القنوات الفضائية، في إقبال من الناس على الله سبحانه وتعالى، لأن الناس عاشوا زمان طويل جدا في غربة شديدة عن دين الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
أصبح الناس في شوق شديد ظمأنين إن هم يشربوا من معين القرآن ومن معين السنة علشان يعيشوا على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، عشان ربنا يكرمهم ويشرح صدورهم وينصرهم دنيا وآخرة ويعيشوا في أحلى سعادة. والله الذي لا إله غيره، بقولها كلمة محب بيحب أسرته أهله أحبابه، وأنا بعتبركم أهلي ورب الكعبة، بعتبر كل اللي قاعدين قدامي دول أهلي وأسرتي. ربنا يبارك فيكم ويجمعني وإياكم على خير. يعني من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن هياخد ثمرتين جمال قوي، هيضمن بيهم دنيته وآخرته، فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ربنا يمتع حياتكم ويجعل حياتكم كلها سعادة وسرور يا رب العالمين، اللهم آمين. يبقى المهدي لن يظهر إلا بعد مرحلة التصفية والتربية وإقامة خلافة إسلامية، أو على الأقل تكون الأمة رجعت إلى ربنا سبحانه وتعالى. ولذلك كان من ضمن شبهات المكذبين بظهور المهدي، ودي مسألة مهمة جدا سابقة هنقولها بعد كده، لأن المهدي هناخده فعلى الأقل في حوالي 3 دروس، ثم ندخل بعدها مباشرة على علامات الساعة الكبرى. وأظن هنذكر أول علامة إما ذو طلوع الشمس وإما المسيح الدجال، يعني إن شاء الله هنشوف بس هنبدأ بأنهي علامة. لكن اللي أقصده إن بعض الناس اللي أنكروا ظهور المهدي قالوا إيه؟ قالوا يعني معقولة المهدي لما يظهر في خلال 7 سنين فقط يا جماعة هيملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا، ويملأ الدنيا كلها خير وأمان وأمانة وإيمان و إلى غير ذلك. وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم في 23 سنة ما قدرش يعمل كده. خد بالك الشبهة دي شبهة خطيرة. بيقولوا طب ده النبي عليه الصلاة والسلام لما مات كان في لسه مشركين موجودين، صح ولا لا؟ طبعا كان في مشركين. اخر عدد كان وصل مع النبي عليه الصلاه والسلام في حجه الوداع وفي حجه الوداع كان حوالي 120 الف او 124 الف على اختلاف الروايات. طيب بقيه اهل الارض كلهم كفر، يبقى الارض كلها لم تؤمن، كان في ناس كتيره جدا كفر. اي نعم. طب ده المهدي لما يظهر والمسيح عليه السلام لما ينزل، واخد بالك، الارض كلها بلا استثناء ستكون اسلاميه. واخد بال حضرتك ليه؟ لان سيدنا عيسى هينزل كحاكم من حكام المسلمين، كحاكم مش كنبي، هينزل كحاكم من حكام الامه الاسلاميه، خد بالك، فيعرض على الناس. احنا في عندنا التدارك في المساله، ان انا بعرض عليك الاسلام، طب رفضت الاسلام يبقى الجزيه، طب رفضت الجزيه يبقى ايه؟ يبقى الجهاد، ولن نبداكم حتى تبداون. طيب في حكم اخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم انه سينسخ في عهد نزول عيسى. عيسى عليه السلام لن ينسخ حكما، لكن الذي أخبر بنسخ هذا الحكم هو حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. إن سيدنا عيسى لما ينزل مش هيعرض الجزية، لا، هيرفض الجزية، يا إسلام يا إما قتل، يا تسلم يا تقتل، واخد بالك. فلا يبقى في الأرض إلا كل مسلم موحد بفضل الله سبحانه وتعالى. خد بالك من مسألة مهمة جدا. قالوا يعني معقول ان النبي في 23 سنه لم تمهد له الارض كلها، يعني لم تؤمن اهل الارض كلها، وان المهدي يؤمن كل اهل الارض معاه هو وسيدنا عيسى في 7 سنين؟ الشبهه بسيطه جدا. حل الشبهه دي يا جماعه الخير ان حبيبنا محمد صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم لما بعث كانت الارض كلها على الكفر. حديث رواه مسلم وحديث ثاني رواه البخاري. حديث الاولاني رواه مسلم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم، المقطع شد الكره، فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. ده حديث مسلم. طب حديث البخاري عن حذيفة لما قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، إلى أن قال: لقد قلت يا رسول الله لقد كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله عز وجل بهذا الخير. يبقى كنا إيه؟ في جاهلية وشر. يبقى لما النبي بعث يا جماعة صلى الله عليه وسلم كانت الأمة كل كانت الدنيا كلها على الكفر. إنما لما المهدي، خد بالك بقى، يظهر، خد بالك من الحته المهمه ديت، هتكون الارض كلها مهدت من خلال تصفيه وتربيه واقامه خلافه اسلاميه. والدليل على ذلك ان المهدي لما يظهر، خد بالك بقى، وينزل سيدنا عيسى فيصلي خلف المهدي في المسجد الاقصى، ولن يعود المسجد الاقصى الا اذا عادت الامه الى ربها، ولن يظهر المسيح ابن مريم عليه السلام الا اذا كان المسجد الأقصى في حوزة المسلمين والمهدي يصلي بالمسلمين في المسجد الأقصى، وبذلك انتهى الخلاف. وحاجة تانية جميلة قوي، اللي هي حتى لو أن المهدي رضي الله عنه وارضاه أنجز هذا الإنجاز العظيم في 7 سنين، فهو ثمرة
من ثمرات حبيبنا محمد، لأنه من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه واحد من أفراد الأمة الإسلامية بفضل الله سبحانه وتعالى. تعالوا نرجع للموضوع. فإذا فأكبر دليل أن سيدنا عيسى هينزل عشان يصلي خلف المهدي عند المسجد أو في المسجد الأقصى، والمسجد الأقصى لن يعود إلا إذا عادت الأمة إلى ربها. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون، فيجري اليهودي فيختبئ وراء الشجر وراء الحجر، فينطق الله الشجر والحجر فيقول: يا مسلم، يا عبد الله، خلفي يهودي، تعال فاقتله إلا شجر الغرقد فإنه من شجر اليهود. وفي اللحظة دي أو في الوقت ده بفضل الله سبحانه وتعالى، ومن قبل ذلك، من قبل ذلك بقى لما الأمة تعود إلى ربها سبحانه وتعالى، والأمة يبقى في خلافة إسلامية أو على الأقل يبقى في عودة كاملة إلى الله سبحانه وتعالى، تزول الغربة وتزداد زوال الغربة أو يزداد زوال الغربة في عهد المهدي رضي الله عنه وارضاه. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوى الغرباء. الحديث ده أحيانا بيدب اليأس في قلوب بعض المسلمين لأنهم مش فاهمين معنى الحديث. بالعكس، ده الحديث ده من أعظم بشريات النصر الكبرى لأمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. إيه الدليل على كده؟ هقول لك، بس صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. النبي بيخبر إن بدأ الإسلام غريبا في عهد النبي، خد بالك، وبعدين مكن الله عز وجل للنبي وأصحابه، وسيعود غريبا في عهدنا، ثم يمكن الله عز وجل للأمة الإسلامية وتبدأ الخلافة الإسلامية قبل المهدي، ثم تزول الغربة بكاملها بفضل الله في عهد المهدي وفي عهد عيسى عليه السلام، وبكده يعني بفضل الله يزول الإشكال في هذه المسألة. طيب تعالوا بقى نبدأ نخش في الموضوع ونعرف مين هو المهدي رضي الله عنه وارضاه. جمهور أهل السنة على أن المهدي رجل من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى من آل بيت رسول الله، نعم، من ولد الحسن ابن علي ابن أبي طالب رضي الله عن الحسن وعن علي. طيب، يخرج في آخر الزمان، في آخر الزمان فيملأ الأرض قسطا وعدلا. الله، شوف كلمة يملأ الأرض قسطا وعدلا، كما ملئت ظلما وجورا. هو عند أهل السنة رجل من البشر، له نبي وله معصوم. ولذلك بعض الناس اللي رفضت أحاديث المهدي وأنكرت ظهور المهدي قالوا: بس يا جماعة، ده النبي صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء، فما فيش نبي بعد النبي، فما ينفعش يكون في مهدي. وحد قال لك إن المهدي نبي؟ المهدي رجل من البشر، لكنه من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، من نسل الحسن ابن علي. جميل قوي. فعشان كده يعني احنا قلنا ان المهدي يكون خليفة راشد من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يملأ الدنيا قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. طب اسمه ايه بقى المهدي؟ اسمه بكل بساطة محمد ابن عبد الله. محمد ابن عبد الله، يعني اسمه على اسم النبي صلى الله عليه وسلم. ايه الدليل؟ عندك دليل؟ عندي دليل، بس صلى على الحبيب صلى الله عليه وسلم. حديث روى ابو داود والترمذي باسناد حسن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو لم يبق من الدنيا إلا يوم واحد لطول الله ذلك اليوم حتى يبعث فيه رجلا من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي، يعني اسمه زي اسمي واسم أبوه زي اسم أبويا، يعني محمد ابن عبد الله. جميل أوي. قال: يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. هو من ذريات فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، من نسل الحسن ابن علي. قال ابن كثير رحمه الله في المهدي: وهو محمد بن عبد الله العلوي الفاطمي الحسني. يبقى ايه؟ العلوي الفاطمي الحسني. جميل قوي. ازاي نعرف المهدي بقى؟ شكله ايه؟ عشان برضو لما يظهر نبقى عارفينه، يعني طبعا مشكلة كبيرة جدا النهاردة، ما شاء الله اللهم بارك، يعني ممكن تلاقي 5000 واحد في الكرة الأرضية دلوقتي يعني عايش في دور ان هو ان هو المهدي. لا، خد بالك، ادي مواصفات المهدي رضي الله عنه وارضاه. الصفة بتاعته وردت في حديث رواه ابو داود بسناد حسن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: المهدي مني اجلى الجبهة اقنى الانف. هم دول علامتين بالنسبة للشكل، احنا لسه نقول العلامات اللي بتدل على ان هذا هو المهدي، لكن انا بتكلم عن علامات الصفة الشكلية، شكله عامل ازاي. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ان هو اجلى الجبهة. يعني ايه اجلى الجبهة؟ جلاء الجبهة هو سعة الجبهة. يعني ايه سعة الجبهة؟ لفظ مؤدب وجميل، معناها ان شعره من قدام لحد المنطقة دي كده مثلا، اما انه مش موجود او خفيف جدا. يعني ايه؟ يعني في شيء من من الشعر خفيف او منحسر لمؤخرة الرأس شوية. واضح كده؟ يبقى أجلى الجبهة، واضح كده؟ طيب، وأقنى الأنف،
الانف لما بيكون يقول لك اقنى الانف، القنا في الانف يعني طول الانف، انفه طويل شويه والايه والارنبه بتاعته كده صغيره خالص مع حدب في الوسط كده، يبقى اذا هو شعره خفيف جدا من قدام والانف بتاعته طويله شويه مع الارنبه دي ايه صغيره. دي مواصفات المهدي رضي الله عنه وارضاه. طيب السؤال برضو اللي جاي بعدين سؤال مهم جدا، من اين يخرج المهدي؟ هيجي منين يا ترى؟ هيطلع من انهي حته بالظبط؟ لان في ناس عماله ما شاء الله، وطبعا في كتب اتالفت وتخاريف لا تخطر على قلب بشر، يا ترى واحد ما الف كتاب من ضمن كلام الكتاب بيقول لك ايه؟ بيقول لك ان المهدي هيظهر بعد حرب بين امريكا والصين، وهو في الوقت ده هيظهر من تايوان، يعني خلاه تايواني، واخد بالك؟ طبعا كلام يعني ليس له ايه اي مستند من الصحه. النبي لما قال يا جماعه ان المهدي هيظهر من جهه قبل المشرق، مش لازم نسال، يعني مش لازم اقول ايه يعني من جهه المشرق، يعني منين؟ من اليابان ولا من الصين ولا من اندونيسيا ولا يكون من ايران ولا يكون، ما لناش دعوه، مش بتاعتنا. هو قال من المشرق، خلاص من المشرق، من اي حته بقى، شرق السعوديه، من البحرين، من الكويت، من 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 اندونيسيا، من اي حته، احنا ما لناش دعوه، من شغلتنا، ما ندخلش نفسنا يا جماعه في تفاصيل لا طائل لها، ما لهاش فايده. ما اقعدش اشغل نفسي النمله اللي كلمه سيدنا سليمان ذكر ولا انثى، مش بتاعتي. ما اقعدش اقعد افكر بقى الشيطان بيبيض ولا بيولد، يعني مش شغلتي، واخد بال حضرتك؟ شغلتي ان انا اشغل نفسي بالاشياء اللي يترتب عليها تكاليف شرعيه او اوامر او نواهي، لان انا امرت ان انا اادي الامانه، والامانه هي الامر والنهي، ان انا اادي ما امرني الله عز وجل به وانتهي عما نهاني الله عز وجل عنه. طيب اذا ايه الراجح؟ ان خروج المهدي يكون من قبل المشرق. جاء في الحديث الذي رواه ابن ماجه والحاكم بسند صحيح عن ثوبان ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول او قال: يقتتل عند كنزكم ثلاث. ايه كنزكم دي؟ عشان بس مش عايزين نعدي لفظ كده عشان نوضحه لابائنا وامهاتنا. الكنز ده يقال، وده كلام النبي عليه السلام، ان هيكون في كنز في اخر الزمان، هيكون في كنز تحت الكعبه. ايه الكنز ده بقى؟ ايه اللي فيه؟ برضه مش لازم نخوض فيه، مالناش دعوه. كنز بقى مجوهرات، لولي، الماز، تراث معين، مش بتاعتنا، يعني ما نقعدش نشغل نفسنا بيها. ان في كنز هيكون موجود تحت الكعبه، واخد بالك؟ طيب يقتتل عند كنزكم ثلاثه كلهم ابن خليفه. كل واحد من الثلاثه اللي بيقتتلوا علشان ياخدوا الكنز اللي تحت الكعبه كلهم اولاد خلفاء، خد بالك بقى. فلا يصير الى واحد منهم، محدش فيهم هيطير الكنز ده خالص. ثم تطلع الرايات السود من قبل المشرق، خد بالك بقى، اللي ايه؟ المهدي بقى هيظهر في الوقت ده. ثم ايه؟ تطلع الرايات السود من قبل المشرق فيقتل لكم قتلا لم يقتله قوم، فاذا رايتموه، لو رايتم المهدي ده، النبي بيقول بقى كده، خد بالك، فاذا رايتموه فبايعوه ولو حبوا على الثلج، ولو حبوا على الثلج، فإنه خليفة الله المهدي. عايز أقول لك بقى حتة مهمة قوي قوي، شيخ الألباني الله يرحمه رحمة واسعة رب العالمين ويجازيه عنا كل خير، صحح الحديث كله ما عدا آخر جملة اللي إيه؟ فإنه خليفة الله المهدي. يبقى الحديث كله صحيح لحد إيه؟ فبايعوه ولو حبوا على الثلج. الله، شوف دقة اللفظ بقى. أنت عارف ممكن الإنسان يحبو على التراب، على الرملة، على أي حاجة إلا على الثلج. صعبة جدا المسألة، مؤلمة جدا أن أنا أحبو على الثلج دي، يعني ده الواحد ممكن يموت. فالنبي بيقول لو هتموت، لو هيحصل لك إيه أول ما تعلم بظهور المهدي، خد بالك بقى، وتتأكد من ظهور المهدي، لازم تبايعه، لازم تبايع المهدي رضي الله عنه وارضاه. زي ما قلت لك الانسان ما يتعجلش، ولسه هيجي لك بقى دلوقتي قول الامام سفيان الثوري في هذه المساله، ان ما تعجلش، مش اول واحد يطلع يقول يا جماعه الخير انا المهدي والكل يجري، لا، لازم ترجع لاهل العلم والناس الافاضل والعلماء المحققين عشان تعرف منهم هو ده المهدي ولا مش المهدي. العلماء في الوقت ده هم اللي هيدلوك على الصح. زي ما لو تفتكروا حضراتكم في زلزال اكتوبر سنه 92، لما جه واحد من القساوسه طلع واصدر بيان مفاجئ، قال يا جماعة الخير يوم القيامة هيكون يوم 31، مش عارف ديسمبر ولا أكتوبر، حاجة زي كده مش فاكر، واضح؟ والله الذي لا إله غيره، ناس كتير جدا بقت تتصل وتسأل، صحيح هو يوم القيامة خلاص هيبقى يوم 31 أكتوبر أو ما أعرفش والله 30 ديسمبر، مش فاكر التاريخ يعني، واخد بالك؟ طب يا جماعة الخير ده لسه في علامات صغرى ما ظهرتش، ولسه في المهدي لسه ما ظهرش، ولسه بقى العلامات الكبرى العشرة كلها لسه ما ظهرتش، ولسه ولسه، يعني نلغي دوت، يعني هو منهج دراسة نلغيه وبعدين نقول خلاص يعني نكمله بعدين؟ ده لسه حاجات كتير جدا.
مين قال لكم القيامة هتقوم؟ قالوا ده مش عارف قصيص ومن قساوسة فإذا لابد في عند الفتن إن احنا نرجع لعلمائنا بقى ونسألهم نعمل إيه. ولذلك أهل الإيمان يروا الفتنة وهي مقبلة، يشوفوا الفتنة وهي جاية لسه، والناس التانيين بقى أهل الغفلة والجهلاء ووائل غير ذلك لا يرون الفتنة إلا وهي مدبرة، بعد ما تخلص وتنتهي والدنيا كلها يعني تخرب يشوف بقى الفتنة بعد كده. إنما أهل الإيمان يرعوا الفتنة وهي لسه جاية، أول ما تبتدي الفتنة في بداية ظهورها أهل الإيمان والتوحيد والعلم والناس الأفاضل اللي عارفين بقى الذين يحدثون عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لك لا دي فتنة وخد بالك. ولذلك إيه لابد أن أنت ترجع لأهل العلم. قال الحافظ ابن كثير في مسألة الكنز اللي هو تحت الكعبة، قال والمراد بالكنز المذكور في هذا السياق هو كنز الكعبة، خد بالك بقى، يقتتل عنده ثلاثة من الخلفاء ليأخذوه، خد بالك، ثم يخرج بعد ذلك المهدي ويكون ظهوره من بلاد المشرق. فين بالظبط بقى؟ خد بالك بقى، قال لك ليس من سرداب سامراء كما يدعي بذلك الجهلة بتوع الرافضة ان هو موجود في سرداب سامراء وان هو نزل السرداب ده وعنده 5 سنين، الكلام ده بقى له كام سنة؟ بيقول لك من 500 سنة، من 500 سنة نازل في سرداب سامراء كان عنده 5 سنين، يعني عنده دلوقتي 505، واخد بال حضرتك؟ سبحان الله 500 وهم كل يوم يروح عند السرداب ويقول اخرج يا امام اخرج يا امام اخرج يا امام، ويفضلوا كده لحد ما صوتهم يتنبح وبعدين يروحوا ومنتظرين خروج. وبعدين المهدي بتاعنا هو محمد بن عبد الله، عندهم هم بقى محمد العسكري، واخد بالك؟ سبحان الله حاجة عجيبة جدا. فشات في الموضوع إلى أن قال الحافظ ابن كثير رحمه الله رحمة واسعة وخروج المهدي هيكون من ناحية المشرق ويبايع له عند البيت عند الكعبة بين الركن والمقام، والمقام يبايع للمهدي رضي الله عنه وارضاه. هتكتر الخيرات جدا جدا، وده من ضمن الحاجات يا جماعة اللي زي ما قلت لكم اللي مخليه ناس كتيرة جدا مشتاقة جدا لظهور المهدي. يقول لك امتى امتى يظهر المهدي اللي هيكون في عهده؟ فعلا حاجات فوق الخيال يا جماعة. اجمل حياة ممكن تعيشها الانسانية في الكون ده كله بعد الفترة اللي عاشها الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم هي الفترة بتاعت المهدي وعيسى ابن مريم عليه السلام، ان فترة عظيمة جدا، هي فترة تكون حوالي 7 سنين مع اختلاف الروايات، في روايات بتقول 5 وفي تقول 6 و7 و8 و9، لكن يعني ارجح الروايات ان هي 7 سنين. 7 سنين هتبقى اجمل فترة تعيشها البشرية على وجه الارض. الحافظ ابن كثير بيوصف الفترة دي بيقول ايه؟ بيقول في زمان المهدي، بيقول وفي زمانه تكون الثمار كثيرة، خد بالك بقى، والزروع غزيرة، والمال وافر، والسلطان قاهر، والدين قائم، والعدو راغم، والخير في أيامه دائم بفضل الله سبحانه وتعالى. خير عظيم جدا جدا بفضل الله سبحانه وتعالى. ربنا هيأمر الأرض أن تخرج بركتها، ويأمر السماء أن تنزل بركتها. لسه هنيجي بقى للكلام، حاجات لا تخطر على قلب بشر. فالإنسان بطبعه يا جماعة نفسه يعيش في حاجتين، في أمان وفي خير. ولذلك ربنا ليه ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة، رقم واحد، يأتيها رزقها رغدا من كل مكان. هو ده اللي احنا عايزينه، أمان ورزق. حد عايش حاجة أحسن من كده؟ واحد يقول لك أنا عايش في أمان، فاهم ازاي؟ يعني سبحان الله، يعني رزق وأمان هو ده النعيم والمتعة اللي في الدنيا كلها بفضل الله سبحانه وتعالى بعد الإيمان وبعد التوحيد لله سبحانه وتعالى. يبقى إذن لما كنا عايش في أمان وعايش في رزق وافر، ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، إلا حصل فكفرت، والفأل التعقيب والسرعة، في عز العز ده كله والخير ده كله والنعيم ده كله والأمان ده كله، فكفرت بأنعم الله، مش بنعمة واحدة، بأنعم الله، اللي حصل خد بالك بقى، فأذاقها الله لباس الجوع والخوف. الله الله على التصوير القرآني العظيم. فأذاقها الله لباس الجوع والخوف، لباس الجوع والخوف، كأن الجوع والخوف بقوا لبس احنا لابسينه، لابسين الجوع ولابسين الخوف، لا احنا ضايقين طعم الامان ولا ضايقين طعم الرزق. ليه؟ بسبب فكفرت بانعم الله. فاعظم نعمتين بعد الاسلام والتوحيد والايمان ان الانسان يكون عنده امان، حاسس بالامان والرزق، والرزق الوفير بفضل الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الحاكم بسند صحيح، قال يخرج في آخر أمتي المهدي، خد بالك بقى، يسقيه الله الغيث، اكتر المطر في عهد الله أكبر شيء فوق الخيال، وتخرج الأرض نباتها،
ويعطي المال او ويعطى المال صحاحا، يعني ايه صحاحا؟ بالسويه، هيفيض المال بشكل لا يخطر على القلب البشر، لدرجه ان المهدي رضي الله عنه وارضاه هيوزع الفلوس على الناس بكثره ولا يقبل المال احد، لا في عهد المهدي ولا في عهد عيسى عليه السلام، مش عايزين ولا حاجه. لما النبي عليه الصلاه والسلام بيقول كما في صحيح مسلم يقول ويفيض المال في عهد سيدنا عيسى، يقول ويفيض المال اللي هو نفس عهد سيدنا المهدي، ويقول ويفيض المال حتى لا يجد من ياخذه، والله نفس اللفظ، ويفيض المال حتى لا يجد من ياخذه حتى تكون السجده الواحده خيرا من الدنيا وما فيها. الله اكبر، يعني السجده الواحده اللي الانسان يسجدها في عهد المهدي وفي عهد عيسى عليه السلام افضل من كنوز الدنيا باللي فيها. تخيل يا شباب، يا شباب اللي لسه ما بتصلوش، سجدة الواحدة في عهد سيدنا عيسى وفي عهد المهدي هتكون أفضل من الدنيا واللي فيها. اعتبر نفسك كأنك عايش في زمن المهدي رضي الله عنه وارضاه، واسجد لله، واسجد واقترب، قرب من ربك، اعبد ربك سبحانه وتعالى، وحب ربك وحب نبيك وحب دينك واعتز بدينك وإسلامك وحب وطنك واخدم بلدك. خلي عندك دور، خليك بناء، خلي ليك بصمة في الحياة دي. ما ينفعش تعيش همل على هامش الحياة. واضح؟ يبقى ايه؟ خد بالك بقى، ويعطى المال صحاحا وتكثر الماشيه، الله اكبر، وتعظم الامه ويعيش سبعا او ثمانيا. ده مين؟ ده المهدي رضي الله عنه وارضاه. قلنا من شويه ان الخير هيكتر في عهده، طبعا هيبقى في امان، لان خلاص بقى، لان الدنيا كلها ما فيهاش ولا واحد كافر. واضح المعنى؟ ما فيهاش ولا واحد كافر. امال ايه يعني؟ يعني 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 بس ده انت كده الكلام ده كده بيناقض برضو نص احاديث الدجال. لا مش هناخد ولا حاجه، ما هو هيكون في 70,000 من يهود اصبهان، لان قبلها اليهود التانيين هيتقتلوا. ازاي بس؟ رتب لي الاحداث، هرتبها لك. النبي مش قال صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعه حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون؟ اه، هيقتلوا كل اليهود ما عدا يهود اصبهان، هيبقوا موجودين. ليه؟ لان هم دول اللي هيتبعوا مين؟ الدجال. فلما يظهر الدجال ينزل مين؟ ينزل عيسى عليه السلام. فلما ينزل عيسى عليه السلام يقتل الدجال، والجيش الإسلامي اللي موجود يقاتل اليهود اللي موجودين الباقيين دولت، فيتقتلوا كلهم، فلا يبقى على الأرض إلا موحد. خد بالك، وقد يسلم هؤلاء، محدش عارف، قد يسلم بعض الناس اللي موجودين، يعني لأن سيدنا عيسى هيعرض إما الإسلام وإما إيه؟ وإما القتل. مفيش أي جزية بقى تدفع في الوقت ده، لكن اللي أقصده إن إيه؟ إن بعد قتل الدجال مباشرة لن يبقى على الأرض إلا موحد. هنقعد بقى حبيب قلبي، هنقعد 7 سنين كلها بقى نعيم وأمان وسعادة وسرور وإيمان ونور وخير وألفة ومودة ومحبة، ومفيش حقد ولا حسد ولا أي حاجة. 7 سنين، بعد 7 سنين مباشرة هيموت المهدي ويموت سيدنا عيسى، وبعدها لا يبقى على الأرض إلا قلة مؤمنة. القلة المؤمنة ربنا يبعت لهم الريح اللينة، دي علامة من علامات الساعة الصغرى، تمام، فيقبض أرواح المؤمنين ولا يبقى إلا الكفار. ولذلك نبقى ليه؟ قال إن مفيش خير في الحياة بعد المهدي وعيسى، خلاص مفيش خير بعد كده، هيرجع الناس مرة تانية لعبادة الأصنام والأوثان، ولذلك هيرفع القرآن وتهدم الكعبة، ويرجع الناس مرة تانية إلى الكفر ويتهارجون تهارج الحمر، ولا يقول واحد منهم كلمة الله. الله، كلمة الله لن تنطق على الأرض أبدا أبدا. في اللحظات ديت هتقوم الساعة على شرار الخلق، كما ثبت في الحديث الذي رواه مسلم لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق. تعال نشوف بعض الخيرات الجميلة اللي هتبقى موجودة في عهد المهدي وفي عهد عيسى عليه السلام. جاء في حديث النواس بن سمعان، حديث رواه مسلم، حديث طويل جدا، أخذ منه الحتة اللي احنا عايزينها، لما ذكر بقى ظهور الدجال ونزول عيسى عليه السلام، وبعد كده قتل الدجال، وبعدين قتل يأجوج ومأجوج، و ثم ذكر بعدها بقى ايه؟ 7 سنين بقى اللي المسلمين هيعيشون بقى في عهد سيدنا عيسى وفي عهد المهدي. قال ايه بقى؟ قال صلى الله عليه وسلم: ثم يرسل الله عز وجل مطرا لا يكن منه بيت مضر ولا وبر. ان المطر ده هيوصل لكل حتة على وجه الأرض، مش هيبقى بيت مضر ولا وبر، لا بيت لا في ريف ولا في بادية ولا في مدينة، ما فيش ولا بيت إلا ما يوصله المطر ده. لا يكن منه بيت إيه؟ بيت مضر ولا وبر، فيغسل الأرض حتى يتركها كالزلفة، كالمرآة، زي المرآة. الأرض كده تبقى عاملة إيه؟ بتلمع زي المرآة بفضل الله سبحانه وتعالى. ثم يقال للأرض أنبتي ثمرتك وردي بركتك،
فيومئذ تأكل العصابة من الرمانة. عصابة مش علي بابا ولا ابن حرامي، لا عصابة يعني عدد كبير من الناس، يأكلون من الرمانة فلا يؤمنون. تخيل حضرتك جيش، كتيبة جيش قاعدين بيأكلوا رمانة واحدة، ما يقدروش يكملوا رمانة. ثم يستظلون بقحفها، القحف اللي هو ايه؟ القشرة بتاعت الرمانة، هيعملوها مظلة. تخيل حضرتك الرمانة اللي ياكلوها الجيش كامل او كتيبة ما يكملوهاش، وياخدوا القشرة بتاعت الرمانة فيستظلون، يعملوها مظلة للناس دي كلها، يستظلوا تحت ايه؟ ظل رمانة واحدة. ده امتى يا جماعة؟ لما ربنا سبحانه وتعالى اللي بيده الخير كله، اللي احنا سامحوني اللي احنا بعدنا عنه كتير قوي، بنقول فين البركة؟ ارجع لربك تلاقي البركة، ارجع لربك تلاقي الخير، ارجع لربك تلاقي الامان، ارجع لربك تلاقي كل حاجة انت بتتمناها، ارجع لربك، عيش لربك سبحانه وتعالى. ناس عمالة تقول لحد امتى هنفضل عايشين في الغلاء والوباء اللي احنا فيه، والاوبئة وانفلونزا مش عارف الخنازير وانفلونزا الطيور وغلاء الاسعار والضرائب العقارية والبهدلة اللي احنا فيها دي كلها. نقول اتصالحوا مع ربنا، لو اتصالحنا مع ربنا ربنا هيحنن علينا قلوب العباد كلهم. ولذلك سكة معادات الناس مش سكة، ولا عمرك الطريقة، ولا عمر ده كان منهج. والخروج على الحكام والأمم كل ده منهج فاسد. الحاجة الوحيدة اللي ترفع عن الأمم الوباء والغلاء والظلم والجور وكل حاجة الناس بتعاني منها، إن الناس ترجع لربنا. قادر ربنا يحنن علينا قلوب الناس كلها ويخلي حياتنا كلها رخاء ورغد وجمال وسعادة وسكينة وسرور لو رجعنا ربنا، لو حسننا أخلاقنا. سامحوني الواحد، أنا آسف، الواحد بيعاني من أخلاقيات صعبة جدا، والإنسان اللي تربى على الأخلاق بيتعب، بيتعب في زماننا ده. والإنسان اللي ما ترباش على الأخلاق ما بتفرقش معاه، ولذلك لما تقعد تقول له احنا في أخلاقيات صعبة يقول لك فين الصعبة دي؟ عادي يعني، الدنيا حلوة يعني وجميلة ومشيها كده وخليك جنتل يعني، فاهم ازاي؟ أيوة حضرتك مش واخد بالك الموضوع ده، لأن حضرتك كده، إنما الناس اللي متربية واللي عايشين على أخلاقيات وعلى مبادئ وعايشين على وتربوا تربية صح، بيتعبوا، بيتعبوا لما يشوفوا أخلاقيات غلط. فعشان كده بقول حل كل الأزمات اللي احنا فيها دي كلها، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا، مش لأنزلنا بس كده، لفتحنا عليهم بركات، مش بركة واحدة، من السماء والأرض. الله، كان سيدنا عمر كان يقول اللهم إني لا أسألك رزقا قد قدرته لي، ولكني أسألك البركة في هذا الرزق. يا سلام يا سلام يا جماعة، أنا لما كنت في السعودية كنت في جماعة تحفيظ القرآن في السعودية، ربنا يبارك فيهم جميعا يا رب، حبايبي اللي هناك. فكنت هناك قعدت أظن كان سنة 92-93 وجزء من 94، كنت هناك بعد أزمة الخليج بشهر واحد. سبحان الله، أذكر أني كنت أدخل يعني في تجمعات المصريين شغالين في شركات، فصاحب الشركة كان يعمل إيه؟ الكفيل السعودي كان ياخد مثلا بيت كامل يحط فيه العمال بتوع الشركة كلهم، مثلا عنده 50 عامل 60 عامل 70 عامل، يحطهم كلهم في البيت ده. فكنت أذهب إلى الأماكن بتاعة تجمعات العمال البسطاء دولة المصريين، الناس البسطاء اللي جايين من الأرياف ومن الصعيد، الناس الغلابة اللي رايحين ياكلوا لقمة عيش. كنت أخش يعني، والله العظيم يا جماعة، كان مرتب العامل منهم كام تخيلوا؟ 600 ريال. 600 ريال سنة 93، 600 ريال مبلغ بسيط جدا. كنت اخش عشان ادي الدرس، وفاجئ الاقي راجل بسيط جدا محضر سفره واكل وشرب ووا، كنت ارفض اكل اي حاجه، اقول له معلش انا جاي للدعوه، لا الاكل ولا الشرب. طب انت يعني انا فلوسي من حلال والله، اقول له والله عارف. يقول طب حتى كوبايه شاي، اقول له ماشي كوبايه شاي مفيش مشكله، نشرب كوبايه شاي. كرم غير عادي، واقعد اديهم درس ونتكلم شويه ونذكرهم بالله، ان برضو ان الشغل والحياه دي كلها وجمع المال و احيانا بينسي الناس البسطاء دولت الفريضه الصلاه. فكنا بنكلمهم عشان يصلوا وعبدوا ربنا ونصوم مع بعض ونلتقي في امس ونفطر مع بعض وهكذا. سبحان الله، وممكن تخش في بيت واحد مغترب برضو كان بياخد في الوقت ده 9000 ريال في الشهر. شوف الراجل ده بسيط بياخد كام؟ 600 ريال وعامل لك سفره ومش عارف ايه ومكلف نفسه عينه، وراجل بسيط والسكن على حساب الكفيل لكن الاكل على حساب الغلبان المسكين ده. 9000 ريال والله لا يقدم لك
كوبا من الشاي، كوباية شاي من الدماج. قلت هو دي، هي دي البركة. الراجل ده 600 ريال ربنا مبارك له، شوف بيستقبل ضيوفه ازاي، وبيوفر فلوس عشان ولاده ياكلوا ويشربوا ويعيشوا، والتاني ممكن يكون بياخد 9000 ريال ما بيصرفش منهم 500 ريال في الشهر، ورغم ذلك ممكن يكون حاسس بالضنك والضيق والفقر الشديد جدا جدا. هي دي البركة، البركة. شوف بقى سيدنا عيسى بقى في عهده، بقى في عهد المهدي، يقول صلى الله عليه وسلم: ثم تأكل حتى تأكل العصابة من الرمانة الواحدة فلا يكمل، ويستظلون بقحافها. خد بالك بقى، ويبارك في الرصل. ايه الرصل يا جماعة؟ اللي هو اللبن. ويبارك في الرصل حتى ان اللقحة من الابل، الحليب بتاع الابل، خد بالك بقى، لتكفي الفئام من الناس، عدد كبير جدا من الناس. واللقحة من البقر تكفي القبيلة من الناس، لقحة بقر تكفي قبيلة كاملة. قبيلة كاملة من ايه؟ حلب بقرة مرة واحدة تكفي قبيلة كاملة. تخيل البركة لدرجة ايه؟ شوف النهاردة بتحلب البقر وتقعد تعصر عشان تنزل اناء ممكن يتملي نصه او ربعه، وممكن في يوم تقول ده الضرع ما فيهوش لبن اصلا. لكن في البركة في عهد المهدي وفي عهد عيسى عليه السلام، تلاقي الاناء، مش الاناء، تلاقي البركة بتاعت حلبة واحدة من البقر تكفي قبيلة من الناس. واللقحة من الغنم تكفي الفخذ من الناس. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. ميدا نطلع فصل ولا مش عايز فصل؟ طب نكمل الحديث ده. طيب حاضر. طيب نطلع فصل. حاضر يا بدر. فاصل قصير حبايب الغاليين، ونكمل مع بعض قصة المهدي رضي الله عنه وارضاه. بالله عليك كتر من الصلاة على حبيبك صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رجعنا لكم بعد الفاصل عشان نكمل مع بعض قصة المهدي رضي الله عنه وأرضاه. أخوي وحبيبي، تعال نشوف الحديث الجميل دوت. حديث رواه أحمد في مسنده بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والأنبياء إخوة لعلات، أمهاتهم شتى ودينهم واحد. خد بالك الحتة اللي احنا عايزينها: وأنا أولى الناس بعيسى بن مريم، لأنه لم يكن بيني وبينه نبي، وإنه نازل. وإنه إيه؟ نازل. ده النبي بيؤكد بيقول وإنه نازل، خد بالك. فيهلك الله في زمانه المسيح الدجال، وتقع الأمانة على الأرض حتى طرد. خد بالك الحتة اللي بتكلم عنها بقى، الأمان بقى. الأمان يا جماعة مش إن واحد يبقى قاعد مثلا حاسس بأمان من أعدائه بس، لا، ده الأمان هيقع بين كل الكائنات، مش الناس بس، لا، كل الكائنات هتبقى في امان. اسمع الحديث بيقول لك ايه: حتى ترتع الاسود. شوف ترتع، حتى ترتع الاسود مع الابل. الاسود تلعب مع الجمال، مع الابل، يلعبوا مع بعض ويعيشوا مع بعض ويكونوا في امان مع بعض، لا ياكلوا ولا يأذيه ولا يعمل في اي حاجه ولا يغدر بيه ابدا، خد بالك. والنمار مع البقر، النمور الشرسه دي، الغداره دي، هتلعب مع البقر، خد بالك. والذئاب مع الغنم. يا خبر ابيض، ده النبي بيقول ان اخطر حاجه على الغنم الذئاب. بيقول: ما ذئبان ارسلها في غنم باخطر على المرء من ايه؟ من حرصه على الدنيا، واخد بالك. او كما قال صلى الله عليه وسلم، يعني اخطر حاجه. طب ليه الذئاب خطير على الغنم يا جماعه؟ عارفين ليه؟ الاسد بطبيعته كده بيسموه عنده انافه كده ونزيه شويه، يعني لما يجي يقتل مثلا غزاله يقعد ياكل فيها لحد ما يشبع ويسيبها. تيجي بقى بعديه بقى الضباع والطيور ياكلوا خلاص، يعني هو نزيه، ياكل حاجه طازه بطازه، واخد بال حضرتك. انما الذئب بقى نفسه حلو قوي زاد عن اللزوم. لو لقى مثلا 50 خروف يقتل ال 50 خروف ويقعد ياكل منهم 6 شهور حتى تكون اللحمه يعني ايه، ومفيش طبعا عنده ديب فريزر ولا حاجه، واخد بالك، واللحمه عفنت وياكلها وزي الفل ويتلذذ ويعمل دماغ، واخد بال حضرتك. فالشاهد في موضوع ان في عهد المهدي وفي عهد عيسى عليه السلام الذئاب هتلعب مع الغنم وفي امان، مفيش اذى. ويلعب الصبيان بالحيات لا تدرهم. والله لعيد لك الحته الاخيره من الحديث، واكرر الحديث رواه احمد بسند صحيح في مسنده ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: فيهلك الله في زمانه المسيح الدجال، وتقع الامانه على الارض حتى ترتع، ركز معايا في الالفاظ، حتى ترتع الاسود مع الابل، والنمار مع البقر، والذئاب مع الغنم، ويلعب الصبيان الأطفال الصغيرين بالحيات فلا تضرهم. الطفل الصغير لما يجي يقرب من حية، أنا شاهدت فيلم تسجيلي خطير جدا عن حيات، سبحان الله، شيء يا جماعة في منتهى الخطورة.
ان في حيات يا رب يعافينا ويعاف المسلمين جميعا يا رب العالمين، في حيات شفتها في فيلم تسجيلي بتطير، يعني بتحدد الهدف بتاعها من على بعد كيلو او 2 كيلو، وتضغط جسمها زي السوسته وتركز على الفريسه وتنط من المسافه دي كلها وتنزل على الفريسه عياذا بالله تلدغه وتموته. سبحان الله، اسمها اسمها مدري؟ اسمها طريشه تقريبا، واخد بالك؟ سبحان الله ولو انطلقت وما اصابتش الهدف هي نفسها بتموت نفسها. النوع الثاني الغريب جدا، نوع من الحياة ربنا يا رب يعافينا ويعافي المسلمين جميعا يا رب العالمين، لو شاف واحد من على بعد 5 6 متر 10 متر بتبخ السم في عينيه تعميه، بتخش تحرق الشبكية مباشرة. نوع ثالث، تخيل حضرتك انه بمجرد ما يلدغ بيصيب اعصاب الجسم فيصاب الجسم بشلل كامل، شلل كامل. نوع رابع، تخيل حضرتك لو امرأة حامل ولدغها يسقط حملها، او لو بخ عليها يسقط حملها. تخيل خطورة الحياة عاملة ازاي، شيء بشع جدا وفظيع جدا. تخيل في زمن المهدي وفي زمن سيدنا عيسى، تخيل حضرتك ان الاطفال الصغيرين يلعبوا بالحيات فلا تضرهم حد، لدرجة في رواية تانية ويطأ الرجل برجليه على رأس الاسد فلا يضره، يعني تبقى معدي كده برجليك على الاسد ما يضركش، ويطأ الطفل على او يضع الطفل يده في فم الحيه، في فم مش بقى يلعب معاه بس، يحط ايديه في الفم بتاع الحيه فلا تضره. ايه الامان ده كله؟ ايه الجمال ده كله؟ يعني تلاقي الدنيا كلها ما شاء الله، وكمان فوق ده كله بقى ما فيش بقى شحناء ولا حقد ولا حسد ولا امراض نفسيه ولا البهدله اللي الناس عايشه فيها النهارده. ربنا يا رب يعافي الجميع من البلاء اللي احنا عايشين فيه ده، بالاحقاد والحسد، وان يا ويله يا ويله اللي ينجح. لو واحد نجح في اي مجال، في مجال دعوه، في مجال اغاني، في مجال رقص، في مجال اي حاجه، تلاقي 100,000 واحد طالعين له عايزين يحاربوا النجاح. ليه انجح؟ الوقت اللي هتقضيه في حرب انسان ناجح انت ابذل وانجح، وكن ليك بصمه، خليك ذكي وخليك كويس وخليك متدين وخليك عندك كده يعني اخلاق بفضل الله سبحانه وتعالى. حديث تاني جميل قوي رواه مسلم، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال، بصلى على حبيبه صلى الله عليه وسلم، قال والله النبي بيقسم صلى الله عليه وسلم، والله لا ينزلن عيسى ابن مريم حاكما عادلا، ولا يضعن الجزيه، زي ما قلت لحضرتك هيرفض الجزيه، مفيش جزيه، يا اسلام يا قتل، مفيش وقت، خلاص القيامه هتقوم يا جماعه. سيدنا عيسى عليه السلام بمجرد ما يظهر خلاص القيامه هتقوم، فمفيش وقت ان احنا بقى نقعد نقول جزيه ونتفق ونشوف، لا لا لا، يا اسلام يا قتل خلاص. فان شاء الله فالفضل الله بفضل الله كل يسلم. ولا يضعن الجزيه ولا تتركن القلاس. ايه القلاس ديت؟ القلاس اللي هي الناقه الشابه. اشمعنى الناقة الشابة؟ لأن الإنسان بيرغب في الحاجة الصغيرة أكتر من حاجة كبيرة. يعني أنا لما جيلي النهاردة عزك الله تجيب لي شاة صغيرة لحمها جميل لسه طري كده وحلو، ولما تدبح أكلها لذيذ، ولا تجيب لي شاة معجزة ولحمها مشغت وتعبان وتقعدها في النار 4 5 ساعات ما تستويش، لا أحب الحاجة الصغيرة، صح كده؟ فالناقة الشابة أغلى عند العرب من الناقة المسنة الكبيرة اللي لحمها خلاص بقى ايه، بقى صعب ان يتاكل، واضح كده؟ فبيقول لك في اللحظة ديت في الوقت دوت خلاص الناس هتزهد في اثمن الاشياء. هو معنى الكلام كده مش معناه ان هم هيزهدوا في الناقة ويرغبوا في الشاة، لا، معنى الكلام ان هم هيزهدوا في اي شيء من امور الدنيا. خلاص لو عندك عربية تزهد فيها، لو عندك ناقة تزهد فيها، لو عندك فلوس مش عايز حاجة، مش النبي قال كده حتى تكون السجدة؟ ما لسه هنيجي الموضوع اهو، ماشي. قال فلا يسعى عليها ولا تذهبن الشحناء، الله، ولا تذهبن الشحناء والتباغض والتحاسد، ولا يدعون الى المال فلا يقبله احد. ركز معايا اخويا وحبيبي، الناس في اليوم ساعة سيدنا عيسى عليه السلام وساعة المهدي رضي الله عنه وارضاه هيدعوا الى المال، تعالوا يا مسلمين خدوا فلوس، فلا يقبل مسلم واحد اي اموال، مش عايزين حاجه. ليه؟ خلاص ظهور سيدنا عيسى، او بادق لفظ نزول سيدنا عيسى عليه السلام، ده خلاص دليل على ان القيامه قربت. انا هعمل ايه بالفلوس؟ اخد فلوس واتحاسب عليها وما الحقش اتمتع بيها؟ لا، ده خلاص الدنيا ايه؟ خلاص قربت يعني، طيب، او القيامه قربت. كيف نعلم بظهور المهدي رضي الله عنه وارضاه؟
في علامات طبعا، علامات لظهور المهدي. واحنا كنا اعلنا عن مسابقه هيكون الجائزه بتاعتها ان شاء الله مجموعتين كتب من الكتب اللي اعلنت من شويه، وهذكر دلوقتي اسماء الاثنين. اول اثنين طبعا في ناس كتيره جاوبوا صح وفي ناس كتيره جاوبت غلط، لكن اول اثنين جاوبوا صح لما جاتني الرسائل بتاعتهم على الاس ام اس بفضل الله ان شاء الله هم دول اللي هيستلموا الجائزه بكره ان شاء الله من مكتبه الصفا. طيب، عن حفص ابن غياث قال: قلت لسفيان الثوري، ده امير المؤمنين في الحديث بقى رحمه الله رحمه الله واسعه، قلت له: يا ابا عبد الله، ان الناس قد اكثروا في المهدي. الناس عماله بتتكلم كتير جدا، المهدي المهدي، كلام كتير عن المهدي، فما تقول انت يا ابا عبد الله؟ قال: ان مر المهدي على بابك فلا تكن منه في شيء حتى يجتمع الناس عليه. ايه معنى ده؟ كلام غالي قوي، كلام غالي وعالي. ايه معنى الكلام ده؟ ان كتير جدا جدا هيفضلوا يقول لك انا المهدي، زي ما ظهر راجل في السبعينات ودخل وعمل مصيبه في الكعبه وقتل الناس عشان بيقول انا المهدي، وزي ما ناس كتير جدا جدا، يعني انت لسه هتشوف، يعني ده الواحد بيشوف حاجات، يعني ده انا اذكر ان جاني حوالي ثلاثه ايام مسجد الفتح، ايام مسجد العزيز، كل واحد ياخدنا على جنب والله الذي لا اله غيره يقول انا المهدي، يعني ضربت واحد فيهم بقى، ده كان اخر واحد، كان لذيذ جدا. هل الشيخ محمود عايزك في موضوع سر وكده ومش عارف ايه؟ قلت له اتفضل. طيب، ناس كتير ملمومه، طب انا هعمل ايه؟ يعني الاف موجوده هاخده على جنب ازاي؟ المهم، فقال لي: لا معلش، الموضوع خطير جدا على جنب بس بعد اذنكم يا اخوه. قلت له: طب اتفضل تعالى. قال لي: اقول لك كلمه سر. قلت له: اتفضل. قال بص يمين وشمال كده، قال لي: على فكره. قلت له: اتفضل. قال لي: انا المهدي. قلت له: الحمد لله على السلامه يا راجل، فينك؟ والله يا بدر. قلت له: فينك من زمان يا عم، طبق وصينيه وفنجان، فينك يا اخي؟ يا راجل، ده الامه مستنياك بفارغ الصبر. في ناس ما شاء الله، اللهم بارك، الابلاتين عندها لذعه، واخد بالك؟ في ربع ضرب والتاني بيشاور عقله، فسبحان الله. في درجه برز، يعني ده الاسبوع ده بكلم دكتور امراض نفسيه، قال لي: انا عندي 10 من ضمن اللي بيتعالجوا من امراض نفسيه، ال10 دولت من ضمن الزبائن كتير، يعني بيخيل اليوم ان هو المهدي، واخد بال حضرتك؟ ليه؟ من كتر طبعا حب الناس في سيره المهدي انه سيملا الارض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا، فكتير من الناس تخيل ايه؟ انه المهدي، يعني فربنا يستر الواحد ما يصبحش الصبح يلاقي نفسه. فاول علامات من علامات المهدي رضي الله عنه وارضاه ان عيسى عليه السلام سيصلي خلف المهدي. الله، والله العظيم وشرف كبير جدا لنا يا أمة الإسلام إن عيسى عليه السلام نبي كريم ورسول من أولي العزم الخمسة يصلي خلف رجل من عوام المسلمين من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا وهو المهدي عليه السلام أو رضي الله عنه وأرضاه. خد بالك بقى، على رأس تلك العلامات إن إيه؟ إن المسيح عليه السلام سيدنا عيسى يصلي خلف المهدي، ولذلك الأئمة يقولوا إيه؟ يقول لك، او اهل العلم يقولون: من ادعى انه المهدي. خد بالك بقى من الحته اللي توضح لك المساله. اعرف منين ان ده المهدي؟ هقول لك على علامات. اول علامه منهم ان المسيح عليه السلام سيدنا عيسى هيصلي خلف ايه؟ خلف المهدي. خد بالك، فالائمه بيقولوا ايه؟ او اهل العلم بيقولوا: من ادعى انه المهدي ولم يظهر في عهده المسيح الدجال فهو كاذب ضال. واضح؟ لان ظهور المهدي في نفس الوقت اللي هينزل فيه سيدنا عيسى، وسيدنا عيسى لما ينزل هينزل بعد ظهور الدجال، يبقى لو ظهر المهدي لازم يكون المسيح الدجال اصلا موجود. واضح المعنى؟ فمن ادعى انه المهدي قبل ان يظهر المسيح الدجال فهو كاذب، ومن ادعى انه عيسى ابن مريم قبل ان يظهر ايضا الدجال فهو كاذب ضال. طب علامات سيدنا عيسى عليه السلام كم علامة؟ ثلاث علامات. اول علامة انه يقتل المسيح الدجال، محدش هيقتله الا هو. واضح؟ ولذلك لما اشتبه الصحابة في واحد اسمه ابن الصياد في عهد النبي عليه السلام وظنوا انه الدجال، فالنبي عليه السلام لما عمر الخطاب قال له اقتله، قال: ان كان هو الدجال فلست انت بقاتله، انما سيقتله عيسى ابن مريم عليه السلام، وان لم يكن الدجال فلا خير في قتلي. واضح المعنى الجميل اللي النبي بيعلمه للصحابه رضي الله عن مرضاهم؟ اول حاجه ان هو يقتل الدجال. الحاجه الثانيه، العلامه الثانيه لسيدنا عيسى، انه لا يحل لكافر يجد ريح نفس سيدنا المسيح الا مات ونفسه، نفس سيدنا المسيح عيسى ابن مريم، ينتهي حيث ينتهي طرفه، لحد ما ينتهي ايه؟ اخر حاجه بينظر ايه اليها. العلامه الثالثه، ودي اميز علامه الحقيقه لسيدنا عيسى عليه السلام، انه حينما ينزل
مسندا يديه على ملكين، على جناحي ملكين كريمين، فإذا رآه المهدي وهو يصلي في المسجد الأقصى، خد بالك بقى، يرى عرق سيدنا عيسى عليه السلام ينحدر من جبهته كاللؤلؤ، كحبات اللؤلؤ. أول ما تشوف سيدنا عيسى عليه السلام تلاقي العرق اللي نازل من جبينه كحبات اللؤلؤ بفضل الله. فدي من أعظم العلامة المميزة لنزول سيدنا عيسى عليه السلام. يبقى عيسى عليه السلام يصلي خلف المهدي، أي نعم. إيه الدليل على كده؟ خد معاك ثلاث حديث بسرعة كده، بس بعد ما تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم. حديث الأولاني رواه أبو نعيم في أخبار المهدي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: منا، يعني من أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، الذي يصلي خلفه، أو الذي يصلي عيسى بن مريم خلفه. حديث الثاني رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم وإمامكم منكم؟ الله أكبر، بيقول كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم وإمامكم منكم، يعني سيدنا عيسى مش هو اللي يصلي إمام، ده المهدي هو اللي يصلي إمام بسيدنا عيسى. وهقول لك شوفها دلوقتي وهنرد عليها. حديث الثالث رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة. خد بالك بقى، قال: فينزل عيسى بن مريم فيقول أميرهم اللي هو المهدي: تعال صلي لنا، أنت اللي صلي بينا. فيقول: لا، إن بعضكم على بعض أمراء تكرمة الله لهذه الأمة. الله، بس في شبهة هنا بقى، يعني هتتعبنا نفسين شوية، بس برضو الرد موجود إن شاء الله، بس بعد ما تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم. أنكر بعض الناس وألف كتاب قال لك ما ينفعش إن المهدي يصلي بسيدنا عيسى. إزاي؟ قال المهدي من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن يقينا النبي أعظم رتبة من الولي. لو رجل إنسان من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولي من أولياء الله أيا كانت رتبته، لا يمكن أن يصل إلى مرتبة النبي. ده نبي، دول صفوة خلق الله سبحانه وتعالى. فالجواب إن سيدنا عيسى وصلاته خلف المهدي ثابتة في أحاديث كثيرة، ذكرنا منها ثلاثة، تمام؟ والذي أخبر بذلك هو الصادق الذي لا ينطق عن الهوى. يبقى لازم نصدق النبي لما يخبر بذلك، يبقى لازم نصدق النبي صلى الله عليه وسلم، ما نقدرش ننكر لأن النبي قال كده. طيب تاني حاجة، إن الإمام ابن الجوزي نقل بيقول لك بقى إن سيدنا عيسى لو نزل، خد بالك، وصلى إمام قد يحدث مشكلة. إيه المشكلة؟ إن الناس ممكن تقول: الله، هو سيدنا عيسى نازل يصلي إمام، هو هينزل كنبي أم أنه نازل كنائب، نائب عن النبي، ولا هو هيبتدي شرع جديد؟ فهتبقى مشكلة. وكده يبقى في الوقت ده يبقى النبي محمد صلى الله عليه وسلم ليس خاتم الأنبياء، فلا بد أن ينزل عيسى بن مريم حاكما مقسطا وليس نبيا في هذا الوقت الذي سينزل فيه عليه السلام. الحاجة الثالثة، إن الجواب قالوا إيه؟ قالوا: لا شك طبعا إن عيسى عليه السلام طبعا أفضل من المهدي، طبعا، لأنه ده نبي ورسول من أولي العزم الخمس. لكن إيه اللي يمنع بقى؟ الكلام الحلو بقى الجميل بقى اللي هو إيه؟ اللي هو أحلى كلام يتقال بقى. لكن إيه اللي يمنع إن المفضول يصلي بالفاضل؟ وقد ثبت ذلك. واحد فاضل زي النبي محمد صلى الله عليه وسلم، واحد مفضول أقل منه رتبة بكتير، طبعا بكتير، زي عبد الرحمن بن عوف، يجي في غزوة تبوك يصلي إمام بالنبي. إيه المانع؟ النبي عملها، النبي سيد ولد آدم. هو النبي أحسن ولا سيدنا عيسى؟ إحنا لا نفرق بين أحد من رسله، بس النبي هو سيد الأنبياء، هو سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى خلف عبد الرحمن بن عوف في غزوة تبوك. حاجة تانية كمان، إن النبي صلى خلف أبي بكر الصديق في مرضه قبل وفاته صلى الله عليه وآله وسلم، وبذلك تنتفي هذه الشبهة. طيب المسابقة بقى بتاعتنا، إيه أكبر علامة؟ ودي اللي نختم بها درسنا الليلة إن شاء الله. أكبر علامة يا جماعة الخير حبايب قلبي، أكبر علامة تعرفنا بجد بجد إن هو ده المهدي، عارفين إيه هي؟ ظهور جيش، الجيش دوت هيخرج من بلاد الشام علشان يقاتل المهدي ويقتل المهدي وعايز يقتل المهدي رضي الله عنه وارضاه. لما الجيش ده يخرج هيصل الى منطقه كده اسمها، في حته اسمها البيداء. البيداء دي منطقه صحراء كبيره بين مكه والمدينه. اول ما يوصل لمنطقه البيداء هيخسف بالجيش دوت، هيخسف بالجيش. تخيل حضرتك جيش عرمرم طالع يقاتل المهدي عليه السلام،
فيخسف بهذا الجيش في البيداء. طبعا هقول لك الاحاديث دلوقتي اللي بتدل على صدق هذا الكلام. مين بقى حبيبنا اللي ربنا يبارك فيكم يا رب العالمين؟ انا طلبت طبعا منكم كلكم ان انتوا تجاوبوا على السؤال ده، وقلنا في جايزه جايزتين يعني لاول اتنين يبعتوا. في ناس بعتت اجوبه غلط كتيره، في ناس بعتت اجوبه صح كتير، في ناس بعتت اجوبه صح وما ذكرش اسمها خالص، وفي ناس بعتت اجوبه صح وذكرت اسمها. فاخترنا اول اسمين وصلونا وبنقول لهم الجائزه بتاعتكم ان شاء الله مجموعه كتب كامله ان شاء الله كل واحده منكم. الجائزه الاولى للحجه منال علي الزير، حجه منال علي الزير، الف مبروك حجه منال، جائزه مجموعه كتب ان شاء الله. والجائزه الثانيه اخت ما بعتتش اسمها بالكامل الحقيقه، بس هي اكيد هي عارفه يمين، اخت منى، او الاخت منى من حلوان، الاخت منى من حلوان، الحاجه منال علي الزير والاخت منى من حلوان ان شاء الله يتوجهوا بكره ان شاء الله بعد صلاه الظهر او بعد صلاه العصر يكون افضل، ويروحوا مكتبه الصفا اللي موجوده خلف الجامع الازهر ان شاء الله، موجوده في يعني في اظن درب الاتراك هناك، هم معروف يعني مكتبه الصفا هناك، وتروحوا تقولوا احنا جايين من طرف مسابقه الشيخ محمود، وهتلاقوا ان شاء الله كل واحده منكم تاخد مجموعه كامله من الكتب، ويكون في استقبالكم الاستاذ هشام، ربنا يحفظكم ويبارك فيكم رب العالمين. طيب يبقى إذن سيخرج جيش علشان يقاتل المهدي، ايه مواصفات الجيش؟ هيخرج منين؟ وهيخسف بيه فين؟ وهيخسف بيه ازاي؟ ودي اهم نقطة، التفاصيل دي كلها تفاصيل خطيرة جدا، علشان كده محتاج النقطة دي بالذات محتاج اخليها للحلقة القادمة ان شاء الله. وفاضل لنا بالظبط 5 دقايق مثلا، انا مذاكر الحمد لله معايا الستوب ووتش الحمد لله، ربنا ما يحرمنيش من الستوب ووتش ده ابدا. فان شاء الله فاضل لنا 5 دقايق ندعو فيهم ان شاء الله، بقالنا كتير ما دعيناش، تعالوا ندعي كده ونأمن من قلوبنا لعل وعسى ربنا يفرج الهموم هم المسلمين جميعا. وان شاء الله احنا وقفنا عند اكبر علامه بتدل على ان ده المهدي اللي هو الجيش الذي سيخسف به. هتسمعوا كلام حلو قوي وجميل جدا وخطير جدا في الحلقه القادمه، اوعى تفوتكم ان شاء الله. ونكمل قصه المهدي، وبعدها بقى نخش بقى على الملاحم الكبيره بقى، ظهور الدجال ونزول سيدنا عيسى عليه السلام، تفاصيل نزوله بقى وازاي ننزل وازاي هيقتل الدجال وازاي يظهر ياجوج وماجوج وازاي هيقتلوا وازاي هيموتوا وازاي بعدها يعني، والدنيا بقى تعرف بقى حاجات كده خطيره جدا جدا. ربنا يبارك فيك يا رب العالمين، اني داع فامن من قلبك. اللهم يا رحمن يا رحيم، اللهم يا رحمن يا رحيم، اللهم يا رحمن يا رحيم، بديع السماوات والأرض، يا علام الغيوب، يا علام الغيوب، يا علام الغيوب، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا المن والإنعام، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا ودود، يا ودود، يا ودود، يا ودود، يا ودود، يا رب العالمين، اغفر ذنوبنا، استر عيوبنا، تولى أمرنا، أحسن خلاصنا، فك أسرنا، يمن كتابنا، يسر حسابنا، يسر على الصراط مرورنا، يسر على الصراط مرورنا، ارزقنا جميعا حسن الخاتمة، ارزقنا جميعا حسن الخاتمة، ارزقنا جميعا حسن الخاتمة، نجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، نجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، يا رب إن أردت بالقوم فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين، غير مفتونين ولا ضالين ولا مضلين، برحمتك يا أرحم الراحمين، ارحم عجزنا وارحم ضعفنا وارحم ذلنا بين يديك يا رب العالمين، عبيدك سوانا كثير كثير وليس لنا رب سواك، اغفر يا غفور، ارحم يا رحيم، تب علينا يا تواب، تب علينا يا تواب، تب علينا يا تواب، أغث إخواننا في غزة، أغث إخواننا في غزة، أغث إخواننا في غزة وفي العراق وفي كل مكان يا رب العالمين، رحماك رحماك بالموحدين، رحماك رحماك بأبناء الموحدين، رحماك بالأطفال الرضع وبالشيوخ الركع وبالبهائم الرطع، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، ارفع مقتك وغضبك عنا، ألف بين
قلوب المسلمين، ارحم موتى المسلمين، اشف مرضى المسلمين، نجح طلاب المسلمين، زوج بنات المسلمين، زوج شباب المسلمين. اللهم ارفع البلاء عن بلاد المسلمين، ارفع البلاء والوباء يا رب العالمين والغلاء عن بلاد المسلمين. ألف بين قلوبنا، ألف بين قلوبنا، نسألك رضاك والجنة، نعوذ بك من سخطك والنار، نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. نسألك حبك وحب من أحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. ارحمنا يا الله إذا دخل علينا ملك الموت، وارحمنا إذا من قطع منا الصوت، وارحمنا إذا ورينا تحت التراب، وانصرف عنا الأهل والأحباب، ولم يعد لنا سواك يا الله، ولم يعد لنا سواك يا الله. بيض وجوهنا يوم العرض عليك، بيض وجوهنا يوم العرض عليك، بيض وجوهنا يوم العرض عليك. ثقل موازيننا بالحسنات يا رب العالمين. اسقنا من حوض النبي محمد شربة هنيئة مهريئة لا نظمأ بعدها أبدا، وارزقنا صحبة النبي وأصحابه في الفردوس الأعلى، وأتمم لنا اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم، بالنظر إلى وجهك الكريم، في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بحبكم في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.